بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي عليه الشقة بتاعت النهاردة. الشارع عرضه 30 متر، البرج ناصية على شارعين. ده شكل البرج اهو، واخد ناصية بيبص على الشارع 30 متر وشارع تاني 8 متر متبلط انترلوك. الشقة بتبص على الشارع 30 متر اللي قدامنا ده، وده شكل البرج من برة. البرج 11 دور. ده كده شكل الشارع 8 متر اهو، وده المدخل، وده الشارع 30 متر. نبدأ نخش المدخل بتاع العمارة. البرج كله مرخص. نبدأ نشوف شقة النهاردة. أول حاجة عندنا الغاز أهو داخل في البرج كله وعلى باب الشقة، وعندنا هنا الشقة أهي، وهنا عداد الكهرباء القديم موجود. الشقة مساحتها 75 متر، غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وفيها بلكونة بتبص على الشارع 30 متر. ده كده يا جماعة شكل الريسبشن أهو أو الصالة، وهنا البلكونة دي بتبص على الشارع اللي احنا جايين منه اللي هو 30 متر. ده اهو شكل الشارع اهو اللي انا صورته لكم من تحت دلوقتي، وده الفيو من البلكونة. مش هذكر حضراتكم، ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده يا جماعة العداد اهو من جوه باين، وهنا كده الطرقة التوزيع بتودينا على الغرف والمطبخ والحمام. اول حاجة بيجي لنا هنا المطبخ، ده شكل المطبخ اهو، معلش طبعا الاضاءة ضعيفة شوية لان طبعا الطوب الاحمر بتبقى مشكلة موضوع الاضاءة فيه. وهنا كده ده الحمام، انا برضو بحاول اوضح الاضاءة قوي بس قدر المستطاع يعني. وفي عندنا هنا دي كده اول غرفة اهي، غرفة ما شاء الله مساحتها حلوة تقريبا 4 × 4.5، ودي فيها بلكونة جيب بتبص على الشارع اللي ورا او بتبص على الفيو اللي ورا ده. بعد كده نروح على الغرفة التانية، دي الغرفة التانية اهي برضو ما شاء الله مساحتها حلوة، برضو مساحتها تقريبا 3.5 × 4، دي بتبص على منور. الشقة في الدور السابع، سابع بلكونة بعد الأرضي، مرخصة وحصة في الأرض. الشقة عنوانها فيصل الطوابق شارع حمد ياسين الرئيسي. الشقة مطلوب فيها 200,000 جنيه. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.